السلام عليكم. اليوم بدي افرجيكم انا كيف نسوي البنش بريس. البنش بريس انا بعتبرها من اصعب الرفعات من الثلاث رفعات اللي بالباور ليفتنج، اصعب من الديد ليفت، اصعب من سكوات اكيد بكثير. كل الناس بتلاقي صعوبه بالبنش بريس، كثير ناس بتلاقي مشاكل بالبنش بريس، وجع بالكتف، ما بتقدر تشيل اوزان كثير بالبنش بريس. ليش؟ انا اليوم ححاول اعطيكم الفكره عن التكنيك والفورم المضبوط رأيي أنا يعني للبنش بريس. وهذه الطريقة أنا يعني لو أنا لما حسنت الفورم تبعي، البنش بريس تبعي نط 50-60 باوند. فأنا هذا اللي بدي أسويه كل يوم. أنا بدي أساعدكم تحسنوا الفورم تبع البنش بريس تبعكم. ويلا نبدأ. أول شيء لما تنزل تحت البار، أوكي، تمسك البار من هون. الناس بتعمل غلط. هلا تخيلوا هذه البار. طيب الناس دائما أنا بشوفها لما تبدأ بالبنش بريس شو بتعمل؟ تمسك البار والثم تحت البار، ثم تحت البار. طيب هيدا ابدا ابدا انا ما بفضله لاسباب كثير. مثلا اول سبب، لما تكون بهيدا البوزيشن هيك في ضغط كثير هون على المعصم. طيب وهذا الضغط بيوصل للكوع، وهذا الضغط بيوصل للكتف، بعدين بيصير عندك وجع بالكتف. هذا يعني واحد من الاسباب من الم الكتف. فدائما انا بفضل وبنصح الناس ان تثبت ايدها، تحط اصبعها حول البار وخليك ستريت، بشكل ستريت مش هيك. في ناس عشان تتمرن بهالطريقه تعودت، فحتى لما يمسكوا البار يكونوا هيك. نفس المشكله، فلازم تعود نفسك انك تثبت البار بهالطريقه عشان تكون عندك تحكم اكثر بالوزن وانت عم تلعب البنش. طريقه انك تقدر تحسن المسكه تبع البنش انك تجيب الراب. مثلا هذه الرابس اللي انا بستعملها، لما بحط الراب دائما بحطها وين؟ بالنص، مش تحت المعصم ولا فوق. تمسك الاثنين عشان دل ايدك ثابته. هلا بهالطريقه ما بقدر، يعني حتى لو بدي ارجع ايدي لورا ما بقدر. فهذه بتعودك انت انك تتمرن بهالطريقه. وين بدي امسك البار؟ العرض من كل واحد غير، حسب عرض كتافك، حسب طول ايدك، كل شيء كل واحد غير. ما في بوزيشن واحد، ما في مركز واحد بالبار انك كل الناس لازم تمسكه بهالطريقه عشان تمسك. هذا غلط. كل واحد لازم يلعب بالعرض تبع المسكه تبعته. جرب قريب، يجرب واسع لما يرتاح، لما يحس انه هذا هو البوزيشن اللي انا برتاح اكثر شيء فيه عشان اقدر انزل بطريقه صح، بدون وجع الكتف، بدون وجع كوع، بدون وجع، عرفت كيف؟ فانتوا لازم تستكشفوا، لازم تلعبوا بكل البوزيشنز. فما في بوزيشن واحد بيزبط لكل الناس، هذه تذكروها. كلنا لما تعلمنا البنش بريس كلنا تعلمنا طريقه انه لازم ننام على البنش وظهرنا كله على البنش. هيدا مش عمول غلط يعني، هذه الطريقه كل البودي بيلدرز بيلعبوا فيها عشان يركزوا اكثر على الصدر. مش عمول انه غلط، بس عشان صحة ظهرك ما بنصح فيها. انتو ما انتبهتوا لما يكون ظهركم كله على البنش وتوصل لأوزان ثقيلة، ما بتحسوا ضغط على الظهر الأسفل؟ بتحس انه كمان خصرك بيطلع على البنش؟ هذا عشان انت مش ثابت على البنش والعمود الفقري مش ببوزيشن مرتاح فيه. فعشان هيك نحن بنسوي شيء بالباور ليفتنج اسمه ارتش، بنقوس الظهر العلوي، مش الأسفل بس العلوي. انتوا بتشوفوها كثير في بالفيديو تبعي انا انه في تقوس بالظهر. هذه مش عشان غش ولا شيء، هذه عشان بس صحه العمود الفقري وعشان تكون ببوزيشن ثابت اكثر عشان تقدر تشيل اوزان اكثر. هذا هو هدف الباور ليفتنج، ان نشيل اوزان اكثر، صح ولا لا؟ الارتش كثير مهم، مش كل الناس حتقدر تجيبه بشكل صحيح، بدها شويه براكتس. جرب مره على مره على مره. وفي تمرين فيكم تعملوه، انا كنت اعمله كثير قبل كل جلسه بنش. التقوس هيدا الارتش تبع الظهر كيف بنسويه؟ لازم دائما تخيل كانه في مثل عنب بين ظهرك، بدك تحاول دائما تخليها مضغوطه. يعني تخيل اي شيء بدك اياه، بس انه تخليك بهذا البوزيشن، ظهرك شادد، كتافك لورا دائما. في كثير ناس بيبداوا بهذا البوزيشن مزبوط، بس بعدين لما يطلعوا بفكوا كتافهم بيصيروا هيك. هيدا ما بيساعدك انه لما توصل لهالبوزيشن تعمل هيك، خلص كل الضغط بيجي على الكتاف، كل الضغط بيجي على الكتاف، بعدين بيجيك الم بالاكتاف.
فدائما position بدل هيك، وانت تحت وانت فوق على طول، دل ثابت، دل كتاف لورا. حاول لا تفك الاكتاف عشان ما يصير عندك وجع بالألم بالكتف. الرجول في عندها دور كمان مهم بالبنش بريس. في ناس تفكر البنش بريس بس للصدر، بالعكس البنش بريس كمان تستخدم الرجول. فكيف لما انت تبدا بالبنش بريس دائما رجلك بتكون ثابته على الارض ما بتتحرك. انا كثير بشوف انه اللي بيعمل البنش هو بنص الحركه رجله بتتحركوا مش ثابتين على الارض. هذا كثير خطر، عشان لما انت ما تكون ثابت على البنش بتتحرك هيك بتصير الاصابات. فدائما تكون ثابت على الارض وبتضغط بدايه الحركه اصلا لما ينزل الوزن، بدايه الدفش من الرجول بعدين بيوصل لصدرك بعدين بتدفش الوزن. بتشوفوه انتم بالفيديو اللي حاحطه، بس دائما خلوا رجولكم ثابته على الارض ما تحركوها. هذه الرجول كمان بدها فيديو لوحده، بدها يعني قصه طويله. صار شيء ثاني اللي بشوفوا الناس اللي بيلعبوا بودي بيلدينج يسووه وغير اللي نحن بنسويه بالباور ليفتنج، لما بيعملوا البنش بريس الكوع هيك لبرا. هيدا اوكي صح مزبوط بيحط ضغط اكثر على الصدر، بس كمان بيحط ضغط اكثر على الكتف. يعني اتس نوت وورث ات. انا بفضل انه شيل شويه ضغط عن صدري، بشيل وزن اكثر وما بحط خطر على اكتافي. فدائما البنش بريس الاكواع بتكون مش 90 درجه من الجسم، تكون 45 درجه من الجسم. بهذه الطريقه لما تنزل وتطلع تستخدم ترايسبس اكثر، تستخدم الظهر اكثر، اللاتس، تستخدم الصدر مزبوط، تشيل اوزان اكثر. بس بهالطريقه بس صدرك اللي شغال، صدرك. وبعدين لما توصل لهون بتكون بهالبوزيشن كل الاكتاف ضغط، يعني بتحس مثل المسمار بالاكتاف. فهذا عشان هيك انا بفضله لما نخلي الاكواع 45 درجه. شيء انا ما لازم اقوله يعني انتم عارفينه، بس كثير بيسووا ما بيسمعوا كلام، ما بعرف ليه. البار دائما لازم يلمس الصدر دائما. لما توقف نص بتعمل لي البنش اللي بيتحرك البار بس كم انش، يعني شو هذا المسخره هيدي؟ انت مش عم تمرن صدرك، هيك عم تمرن كوعك بس. دائما البار بيوصل للصدر بيطلع لفوق على الاخر، فول رينج اوف موشن، فول رينج. دائما قبل كل رفعه بناخذ نفس، بنضغط على الكور على البطن، بنسوي الرفعه بطلع النفس. بنش بريس نفس الشيء دائما الكور، يعني انتم فاكرين بطنكم مش شغال بالبنش بريس؟ البنش بريس البطن شغال. فدائما اللي انا بسويه هو يعني الطريقه اللي بالباور ليفتنج بسويه، ناخذ نفس، بنشيل الوزن، ناخذ نفس ثاني، نضغط، بنشد البطن، ننزل، نطلع الوزن. practice 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 power lifting كله practice. مستحيل الواحد يجيب كل شيء من اول مره، دائما تتدرب تسويها مره على مره. لما توصل لاوزان عاليه، حتى لو ما وصلت لاوزان عاليه، اذا انتم بتتمرنوا مع واحد خليه دائما يكون واقف معكم يساعدكم بالوزن، يشيل الوزن عن البنش ويرجع الوزن، بس مش يساعدكم انتم تسوي الرفعه، مش انت تخليه يشيل نص الوزن عنك، بس خليه واقف عشان يكون معك لو صار شيء لا سمح الله. دائما يوز سبوتر، خلي واحد واقف وراك، ما بتعرف شو بيصير. انتو لما تنزل البار وين حيوصل البار؟ هذا سؤال كثير بيجي، انه البار حيوصل تحت الصدر ولا بنص الصدر ولا فوق؟ حسب طول ايدك. انت كل ما ايدك اطول كل ما البار حينزل اوطى، عشان انت لما تعمل كوعك 45 درجه حينزل البار اوطى على صدرك. ف يعني بين نص الصدر واول البطن، هذه عادة البوزيشن اللي بيوصل فيه البار، بس انت حسب طول ايدك. فانت ما تحاول تفكر انه انا لازم اوصل لهذه البوزيشن، انت بس ابدا بالبنش، قرب كوعك على جسمك 45 درجة ونزل البار وشوفه بيوصل. انت لازم يوصل، لما يوصل انت بتكون مرتاح، انت مش عم تغصب جسمك، مش عم تغصب شيء، انت لازم يكون كل المفاصل مرتاحة وانت عم تنزل وانت عم تطلع. فهي تذكروها وشوفوا انتوا وين بتوصل معكم البار. مش ما تفكروا انه في طريقه واحده انه لازم البار دائما يوصل فوق الصدر ولا دائما لازم ينزل تحت الصدر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من التيوتوريال هذا. اكيد انا ما غطيت كل شيء، وحيكون في فيديوز بالمستقبل بتخص البنش بريس،
ونفس الديد ليفت في فيديوز جايه كمان قريب عن الديد ليفت غير اللي انا طلعتها الفيديو اللي قبله، اذا ما شفتوه شوفوه هلا.